السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ الجناح الدولي الجزائري رياض محرز أساسياً ولعب كامل أطوار مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام لايبزيغ الألماني، وانتهت المباراة بهدف في كل شبكة في إطار ذهاب ثمن نهائي مسابقة دور أبطال أوروبا للموسم الحالي. وقرر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا إقحام رياض محرز في التشكيلة الرئيسية التي واجهت لايبزيغ في ملعب ريد بول أرينا، بعد أن أراحه المباراة الماضية في ملعب نوتنغهام فورست حينما وقع سيتيزن في فخ التعادل، ومنحت منصة هوسكوردي العالمية المختصة في الإحصاءات تقييم 8.3 من أصل 10 للنجم الجزائري كأعلى تقييم في المباراة. وبهذا الهدف انضم رياض محرز لعظماء القارة السمراء في الملاعب الأوروبية، حيث أصبح خامس لاعب إفريقي يسجل 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد محمد صلاح ب 44 هدف، وديدي دروغبا ب 44 هدف أيضا، وصامويل إيتو ب 30 هدف، وساديو ماني ب 27 هدف. وتحصل رياض محرز على جائزة رجل المباراة في المباراة التي أقيمت على ملعب لايبزيغ الألماني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.